السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنتعلم شيء كتير مهم، هو ازاي نفرمت الفلاشة اللي هي ما بتقبلش فورمات بطريقتين. الطريقة الاولانية باستخدام برنامج قوي جدا في المجال ده هوت، والطريقة التانية طريقة ان شاء الله عن طريق السي ام دي. لو انت حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. الطريقه الاولانيه اللي احنا هنستخدمها هي استخدام برنامج قوي جدا في فرمطه الفلاشات اللي هي ما بتقبلش فيرومات. طيب هنفتح المتصفح بتاعنا وهنضع فيه الرابط ده هوت، هيفتح معانا صفحه البرنامج ده ان شاء الله. طبعا هترك لك الرابط في قلب صندوق الوصف. هننزل لتحت تمام كده ونضغط على اللي هو فور ويندوز. لو انت بتستخدم الماك هتضغط هنا، اما لو انت بتستخدم اللي هو الويندوز، سواء بقى اي ويندوز، بداية من ويندوز اكس بي لحد ويندوز 11 هينفع مع الطريقة ديت. هتضغط هنا تمام كده اهوت وننتظر. ننزل تحت تمام كده اهوت وننتظر ونقول اي اكسبت. هضغط على اكسبت، يعني هيبدأ يظهر معايا البرنامج، هبدأ على طول عملية التحميل. هننتظر طبعا لحد ما عملية التحميل تنتهي، وبعد كده نفك الضغط عن الملف ونبدأ عملية السيتاب بمنتهى البساطة. البرنامج ده قوي جدا في فرمطة اي فلاشة من الصعب ان انت تفرمطها. طبعا هننتظر لحد ما البرنامج ينتهي من التحميل. زي ما حضرتك شايف كده خلاص هو انتهى للتحميل. هعمل له اغلاق، هبدأ ادخل اجيبه من المكان اللي هو اتحمل فيه اللي هي الداونلود تنزيلات، يعني هو ملف مضغوط تمام كده. هاخده افك الضغط بتاعه، هعمل له عملية استخراج الى هنا. فكيت الضغط بتاعه، هبدأ اعمل له عملية سيت اب عادي خالص تمام كده اهوت. برنامج صغير وخفيف، مش هياخد معايا وقت خالص في السيت اب، وما بيستهلكش اي جزء من موارد الجهاز بتاع الكمبيوتر بتاعك. هضغط على نيكست وبعد كده اكسبت وبعد كده نيكست نيكست انستول. ننتظر لحد ما البرنامج ينتهي من السيت اب وتظهر الايقونة بتاعته على سطح المكتب بتاعنا. لحظات بسيطة، تابع معايا الفيديو. زي ما حضرتك شايف كده البرنامج انتهى من الستاب. هضغط على فينش، بعد كده هضغط على البرنامج على الايقونه بتاعته عشان اشغله، اقول له نعم. انتظر طبعا لما البرنامج يفتح معايا. زي ما حضرتك شايف كده فتح معايا، لو لاحظت هو قرا الفلاشه بتاعتي تمام كده اهوت. هنا انا كنت مسميها كريم، لو حضرتك هنا ما كانش الاسم بتاعها موجود ممكن تسميها زي ما انت عايز، يعني ممكن اغير الاسم واكتب الاسم اللي انا عايزه، اقول مثلا مصطفى تمام كده سميتها. لو فرضنا ان الفلاشه بتاعتك ما ظهرتش، تعمل هنا ريفرش تمام كده، هتلاقي الفلاشه ظهرت عندك هنا. هنختار طبعا اللي هو كويك فورمات تمام كده، ونضغط على فورمات. هنا بينبهك ان كل اللي موجود على الفلاشه هنمسحه، مفيش اي مشكله خالص، احنا عايزين نفرمطها. هقول له نعم تمام. زي ما حضرتك شايف كده البرنامج في ثواني قام بفرمطه الفلاشه. لا، هقفل بقى البرنامج، هروح رايح على الفلاشه بتاعتي تمام كده، هلاقي الفلاشة تم فرمتتها بنجاح زي ما حضرتك شايف. هفتحها مفيش أي مشكلة فيها. دي حضرتك الطريقة الأولانية. في طريقة تانية هنستخدمها برضو في فرمطة الفلاشة المستعصية بدون ما نستخدم أي برامج، تابع معايا الفيديو. الطريقة التانية بإذن الله اللي احنا هنستخدمها لفرمطة الفلاشة بدون ما نستخدم أي برامج، هنستخدم فيها مجموعة أوامر من السي ام دي. طب هنعمل ده مع بعض ازاي؟ كل حضرتك هتعمله هتروح رايح على محرك البحث اللي تحت ده وتكتب سي ام دي اللي هو موجه الأوامر، وتبدأ تعمله تشغيل كمسؤول، تقول له نعم. انتظر لحديث ما السي ام دي يفتح معانا. في مجموعة من الأوامر احنا هنستخدمها ان شاء الله هتركها لك في قلب صندوق الوصف بتاع الفيديو تمام كده. هفتح الأوامر ديت. أول أمر اسمه ديسك بارت، هاخد الأمر نسخ واعمل كليك يمين، هلاقي الأمر على طول تم لصقه في السي ام دي. هضغط على انتر، وبعد كده اخد الأمر التاني اللي هو ليست ديسك تمام كده هوت، هاخده نسخ واجي برضو اعمل له كليك يمين لصق واضغط على انتر. زي ما حضرتك شايف كده ظهر معايا الهاردات والفلاشه. ركز في الخطوه دي، الخطوه دي مهمه جدا، لانك لو ما ركزتش فيها ممكن تفرمت الهارد بدل الفلاشه، فعشان كده ما تجريش الفيديو. زي ما حضرتك شايف كده في عندي ديسك 0، ده الهارد اللي عليه النظام، هارد اس اس دي. ديسك 1
اللي هو الهارد اللي عليه الداتا ده 1 تيرا، تمام. ديسك 2 اللي هو الفلاشة بتاعتي، فانا بالتالي الامر اللي انا هاخده هيبقى سيلكت ديسك 2. طيب لو كان حضرتك الفلاشة واخدة رقم ديسك 1، يبقى انت بدل ما تكتب سيلكت ديسك 2 هتاخد تكتب سيلكت ديسك 1. انا عشان عندي 2 فخليه 2، اعمل له لاسك برضو واضغط على انتر، تمام كده اهوت. وبعد كده اروح اعمل امر اسمه كلين. امر كلين ده بيحل كل المشكلات بتاع الفلاشة. هضغط برضو اعمل له كليك يمين ولاسك واضغط على انتر. دلوقتي تم مسح الفلاشة من كل الاخطاء اللي كانت موجودة فيها، اي خطأ في الفلاشة تم مسحه. الموضوع ده قوي جدا في القضاء على مشكلات الفلاشة، بس مش حتة ان انت تفرمتها، لو في اي مشكلة في الفلاشة بتاعتك بيتم حلها. هاخد بعد كده الامر اللي بعديه اللي هو كرييت بارتيشن، تمام. هاخده نسخ واضغط برضو لاسك كليك يمين واضغط على انتر، تمام كده. وبعد كده ناخد اخر امر اللي هو فورمات، اللي هعمل بيه فورمات للفلاشه. ده بيحل لك جميع مشاكل الفلاشه حتى لو كانت الفلاشه غير قابله للفورمات. هعمل له برضو لاسك واضغط على انتر. زي ما حضرتك شايف بقى هيبدا معاك عداد لعمليه فرمطه الفلاشه. هننتظر لحد بدء العداد وبعد كده اوقف الفيديو عشان ما اطولوش عليك. زي ما حضرتك شايف كده بدا العداد 1. هننتظر طبعا لحد ما يكتمل 100% وتظهر لك رسالة بتقول ان هو تم الفورمات بنجاح. هوقف الفيديو وارجع لك بعد انتهاء هذه المرحلة. زي ما حضرتك شايف كده الموضوع شرف على الانتهاء، هو بقى حوالي 99%. كل اللي انت هتعمله تنتظر لحد ما توصل لحد 100% وتظهر لك رسالة انه تم الاصلاح بنجاح، تمام. الطريقة ديت من افضل الطرق في حل جميع مشكلات الفلاشة. زي ما حضرتك شايف كده هي وصلت ل100% وبيقول لك ان هو تم الموضوع بنجاح. هرجع بقى على الفلاشة بتاعتي، هفتحها، هلاقي ان الفلاشة تم فرمتتها بنجاح زي ما حضرتك شايف كده، مفيهاش اي مشكلة خالص. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، متنساناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.